مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من ناس من بلدنا، حلقة جديدة وعام جديد وفكر جديد وحاجات كتيرة أوي حلوة إن شاء الله تشوفوها في ناس من بلدنا. نجحنا بفضل الله في 2019، بل كمان تصدرنا المشهد زي ما قالوا مشاهدي قناة الصحة والجمال والناس اللي بتابعوها، كان ليهم رأي في ناس من بلدنا. طبعا كنا نزلنا الشارع وصورنا الكلام ده، لكن ما لحقناش نمنتجه طبعا عشان خاطر الوقت وكده، علشان يدونا دفعة، يدونا باور جامد جدا ل 2020، ويطمنونا ان احنا اخترنا صح، ان احنا اشتغلنا صح. بمناسبة القرار وانك انت تاخد قرار صح، قريت من يومين كده حاجة جميلة قوي عجبتني، قلت لازم اقولها لكم. والله كانت في سيدة عندها بنت غاية في الجمال، قالت علشان حد يتجوزها لازم يقدم مهر كام؟ 50 مليون جنيه. 50 مليون جنيه، طبعا بما انها يعني جمالها اخاذ، جمالها باهر وحاجة كده زي بيسموه الاساطير، جمالها اسطوري. ففي ولد يعني شاب جدا قعد يجمع لحد ما وصل لحد 30 مليون جنيه، كل ما يتقدم لها حد يترفض لانه ما كملش ال 50 مليون. الولد ده اشتغل وباع كل املاكه وحاجته وجمع 30 مليون جنيه. فابوه بيقول له يا ابني هي البنت دي تستاهل قوي؟ قال له ايوه، بس المشكله ان مامتها مصممه على 50 مليون جنيه. قال له طب بس مالكش دعوه، انت معاك كام؟ قال له 30 مليون. قال له هاته. عايز تروح تخطبها امتى؟ قال له يا حاج مش هتوافق. قال له اسمع الكلام، عاوز تروح تخطبها امتى؟ قال له النهارده ودلوقتي. طلعوا على هناك، قاعد بقى بوريكوا فن اداره الازمه، الفن بقى في الاداره. قعد الحاج مع ام العروسه، قال لها بصي، عارفين بنتك غايه في الجمال، وعارفين انها تستاهل اكتر من 50 مليون، بس احنا جينا وبقول لك ده مهرها 10 مليون. الولد يبص له يقول له 10 مليون جنيه مهر بنتك. فبصت كده قال لها طب استني انا لسه ما كملتش كلامي، وكمان 10 مليون مهر ليكي خلاص عشان انا عايز اتجوزك. وافقت، وقال حسن التصرف وحسن اتخاذ القرار، وفر على ابنه 30 مليون جنيه. قروا الفاتحه، بس فتحتين، فتحة البنت للولد وفتحة أمها لأبو العريس. بعد ما طلعوا كده الولد بيقول لأبوه إيه؟ يابا أنت قلبتني كده في 10 مليون. قال له اسكت، هنراضي بيهم أمك علشان الموضوع يتم. فعجبتني قلت أحكيها لكم. ليه؟ في الوقت اللي أنا قاعد فيه قدامكم أحمد ابني قاعد دلوقتي بيتفرج عليا مطلع عين أمه، المذاكرة والدروس وما يروحش ويلعب كورة وي وي وي. أنا بقول لها أهو كل سنة وأنت طيبة، وكل سنة وكل أهلي وحبايبي وإخواتي وصحابي ومتابعيني وكل مشاهدي ناس من بلدنا، كل سنة وأنتوا طيبين. الموضوع بسيط، إحنا اللي بنصعبه على نفسينا. الصح صح، فهمني يا أحمد، الصح صح. نركز ونشوف مستقبلنا. الأسبوع اللي فات الدنيا قامت، قامت ليه؟ قامت بنت سموها فتاة المنصورة. فتاة المنصورة، أنا لما شفت الفيديو والله العظيم قلبي اتوجع، فكرني بفيلم التجربة الدنماركية لما كانت نيكول سابا رايحة المكتبة وطلعوا كلنا عايزين نقرا عايزين نقرا وكله عاوز يشوف البنت، بس كان مشهد محترم. لكن اللي انا شفته في الفيديو مشهد مقزز مقرف، مش اطباع المصريين ابدا، مهما كان لبسها، مهما كان اكسسواراتها ولا مكياجها ولا ولا ولا، احنا مش كده، احنا مش كده، مش دي اخلاق المصريين. لا يمكن ابدا يحصل التحرش بالصوره المقرفه اللي احنا شفناها دي.
ايا كان الوضع ايا كان يا اخي، ترضاها لبنتك، ترضاها لامك، ترضاها لاختك. مش طبعنا حاجات جديده عاوزين نلحقها في 2020، نلحقها ونتصرف صح، لان بلدنا تستاهل مننا ان احنا حتى نعدل في سلوكنا علشانها بجد. وانا النهارده واحنا 3/1/2020 باسمي محمد عثمان الاعلامي بقناة الصحة والجمال، مقدم برنامج ناس من بلدنا، وكل فريق العمل، ببعت رسالة تأييد وجدد البيعة للرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يراه لازما لحماية أمننا القومي. بنثق فيك وبنحبك وبنعشقك، لأن عارفين إنك أنت مصري، ابن مصري ومخلص. كلنا وراك. مصر، مصر بجد اللي بقول دايما جيل ورا جيل بيطلع علشان يحميها، واللي بيحمي مصر بيحمي كمان الأمة العربية. أيا كان البعض لهم حسابات، يذهبوا هم وحساباتهم. أمن مصر وأمن المنطقة العربية كلها مرتبط بقرار. الوقت اللي احنا فيه ده بجد وقت الاصطفاف، كلنا نسبة مصريتنا، وكلنا لازم نقول احنا مصريين وبنحب بلدنا بجد. لكن انا عن نفسي مش خايف على مصر بجد، ولا ممكن اخاف عليها ابدا، وفيها ناس زي عبد الفتاح السيسي بجد، لان احنا فخورين بجد، بقينا ماشيين فخورين ان احنا مصريين. بتتبني دولة جديدة، بتتبني حضارة جديدة. مصر فرض كلمتها بجد، علشان كده بقول لكم ما تخافوش على مصر، ما تخافوش على مصر. رجعنا من الفاصل ومكملين معاكم برنامج ناس من بلدنا. الحلقة النهاردة تاريخية. ليه؟ أنا اعتذرت طبعا لضيوفي والناس اللي كانوا حابين يطلعوا معانا النهاردة، وقلت أقل شيء أقدر أعمله بجد إن فريق العمل، الناس اللي تعبت أكتر مني علشان الصورة تطلع قدام منكم كده، علشان خاطر نجاح البرنامج على مدار عام كامل. بدأنا مع بعض في أول يناير 2019 برنامج ناس من بلدنا، فاعتذرت لضيوفي الحلقة دي، وقلت لا، الناس اللي لهم فضل عليا وفضل على نجاح البرنامج بجد لهم حق النهاردة احتفل معاهم، علشان بجد نقول للناس اللي بيشوفونا ان ده فريق عمل ناس من بلدنا. الاول في البداية طبعا كده يعني نرحب بيهم كده مع بعض، استاذ هاني محسن. اهلا وسهلا بحضرتك. المدير الفني للقناة، والراجل اللي لمساته مخليها قناة الصحة والجمال بجد الجمال كله، فبجد لمساته واضحة جدا. كمان الجوكر الأستاذة رشا أشرف، مخرجة الجميلة، منوراني طبعا. نورك يا فندم. كمان جوكر الإعداد، ونتكلم بقى يا جماعة بقى على الفقرات الطبية اللي هتشوفوها إن شاء الله في 2020، واستنوا مفاجآت كتيرة جدا مش عايز أحرقها. دكتورة مها السيد، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا أستاذ محمد. تمام. باقي بقى جوكر البرنامج اللي احنا بنرمي عليها كل حاجه، الحمل الكبير على المدير التنفيذي للبرنامج استاذه هدى حنفي، منورانا. اهلا وسهلا بحضرتك. منورانا في ناس من بلدنا. شكرا. اول اطلاله ليكي طبعا على الفضائيات. بالظبط. ده اقل شيء بجد اعمله لفريق العمل بتاعي. كمان يعني لو يسمح لنا مخرجنا الجميل اللي كانت بصماته واضحه في 2019، المخرج الجميل محمد عزت، يا ريت كده يشرفنا. ابو حميد، يلا ابو حميد. كمان الجوكر القناه بقى اللي احنا بنقول المدير بتاع القناه اللي مفيش حد رجله دخلت استوديوهات قناه الصحه والجمال الا ويتذكر نصر الشاهد. استاذ نصر، نتمنى كده تشرفنا بعد اذنك. الناس دي كلهم، وفي طبعا لازم اشكر كمان المصورين بتوعنا كمان، آلاء أسامة والسيد رمضان
والمراسلين بتوعنا رشا اشرف. اتفضل استاذ محمد. بجد انا بشكرك جدا جدا. الراجل ده يا جماعه بجد يعني من الناس المخرجين الفنانين بجد. في ناس بس بتقعد كده علشان تحول الصوره بس في الميكسر، لكن محمد عزت بجد مخرج فنان. فبجد بشكرك جدا يا محمد حبيب الف شكر. بشكرك جدا. بنتكلم على نجاح البرنامج الفتره اللي فاتت، وعلشان نكون منصفين مش محمد عثمان بس هو سبب النجاح. محمد عثمان مجرد ترس في منظومه كامله. عندنا مؤسسه كامله اسمها ناس من بلدنا، مؤسسه كبيره جدا، علشان كده قدرنا نستمر ونقف في اوقات في برامج كتير. طلعت 3-4 حلقات وقفت، شهر 2 وقفت، 3-4 شهور وقفت، لكن علشان نستمر وداخلين في الموسم الثالث. احنا بدانا في اول 2000 في اخر 2018 و2019 كاملا، دخلنا دلوقتي في 2020. فانا عاوز اقول لكم الناس دي ليها حق كبير عليا، فبجد انا بشكرهم مره ثانيه على الهوا. كمان بشكر ولادي اللي بيتفرجوا عليا دلوقتي وزوجتي. بجد بقول لكم كل سنه وانتم طيبين، واستحملوني استحملوني شويه والدنيا هتبقى كويسه جدا، لاني لازم اتعب، لان اصبح دلوقتي انتوا عيلتي مجرد 4 ولا 5، لا انا عيلتي دلوقتي بالملايين، ومش في مصر بس، في ربوع العالم العربي وكل من يتحدث العربيه. الناس اللي بتفهم عربي بدات تعرف يعني ايه ناس من بلدنا والرساله اللي احنا بنقدمها في برنامجنا. بجد دعوه للسعاده. طيب نبدا مع بعض الحوار كده. استاذ هاني اهلا وسهلا بيك. الاول احنا نجحنا وكان البرنامج في تصاعد الحمد لله رب العالمين، وكان في صدى كبير جدا. حابب اعرف منك دور السوشيال ميديا في نجاح البرامج التلفزيونيه. طبعا السوشيال ميديا دلوقتي محدش يعني عارف ان هي بقت بوابه لكل البرامج وكل المجتمع، بقى كله بيروح السوشيال ميديا دلوقتي. اي حد عايز يعرف حاجه بيروح السوشيال ميديا، طبعا بسبب ان الموبايلات انتشرت والتكنولوجيا اتغيرت، فكله بيجري يتفرج يعرف المعلومه من السوشيال ميديا، طبعا من جوجل، من فيسبوك، الكلام ده كله. ففعلا السوشيال ميديا بقت حاجه مهمه دلوقتي، وهي بقت فعلا بقت بزنس كمان، يعني اي حد بيفكر في بزنس هو ده البزنس الجاي. طيب في كواليس كده محدش يعرفها الا انا وانت، حابين نقولها قدام الناس كده. لما كان الناس بيقولوا لك ايه النجاح الكبير جدا 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 لصفحتكم في وقت قياسي 2-3 شهور تخطيتوا 40,000، تفسر ده بايه؟ اول حاجه البرنامج كان خدمي وكان فعلا ملمس مع كل المشاكل اللي بتاعت المجتمع، وكان بيهتم بالتعليم الفني وكل ما يخص الحرفيين والصناعات، وحضرتك كنت عامل مبادرات كتير، فده خلى الناس تتفاعل على الصفحه وبقت تنشر الصفحه بشكل كبير جدا. فعلا بقت تيجي رسائل الصفحه بتقول احنا عايزين ننضم للناس من بلدنا، حسيت ان احنا جمهوريه يعني ومسؤوليه كبيره جدا، وفعلا ده خلانا انتشرنا بسرعه، لان الناس من بلدنا مش برنامج مجرد برنامج بيتكلم في اي موضوع وخلاص، لا برنامج بيختص بكل الصناعه والزراعه ونهضه المجتمع، طبعا تحت مظله الرئيس السيسي. فهو فعلا برنامج كان هادف، فخلى الناس تستجيب معانا بسرعه، غير البرامج التانية اللي بتقعد فعلا شهور ما حدش عارف عنها حاجه. طب استاذ رشا، كلام استاذ هاني كلام مشجع جدا، وبجد يعني طمني كده على نفسي وخلاني بجد احس بالسعاده. انا عايز اقول لكم يا جماعه في كمان منظومه خايف انساها وليها كل الحق دلوقتي، الراعي اللي معانا شركه طيبه للمنتجات الغذائيه. يا ريت كده مخرجنا الجميل محمد عزت ينزل لنا التليفونات على الشاشه اثناء الحلقه عشان التواصل معها. فبجد الاستاذ احمد صلاح كل سنه وحضرتك طيب، ليك مننا بجد اجمل تحيه، وسعيد جدا بالنجاحات اللي كمان عملتها الشركه من بعد عقد الرعايه، ومكملين مع بعض وان شاء الله نكبر ونكبر. فحقك عليا ان انا اقول لك كل سنه وانت طيب، وانت كمان شريك في النجاح وشركه طيبه للمنتجات الغذائيه من اكبر الشركات، وان شاء الله يعني تسيطر على السوق المصري ويبقى فيه كمان السوق العربي والافريقي كمان، لان احنا الفتره الجايه دي هنفتح شباك على افريقيا. استاذ رشا، شايفه البرنامج فين 2020 بعد نجاحات 2019؟
والله طول ما احنا فريق عمل واحد البرنامج هيتقدم اكتر واكتر وهيبقى في احسن صوره باذن الله. تمام. طيب فكره نجاح الراعي وهو موجود معانا، تقولي للشركات والناس المتردده انها تعلن في البرامج التلفزيونيه؟ والله ده بيخلي الاعلام يعني البرنامج بيظهر بصوره احسن، ولما ينزل اعلام في اي برنامج ده اعلان للشركه، تسويق ليهم قبل ما يكون تسويق للبرنامج بتاعنا. يعني كمان احنا علشان فاتحين ملف في الصناعات الغذائيه، فاحنا بنقول للناس اهو اللي عاوز يعرف المردود يكلم طيبه للمنتجات الغذائيه، وده اللي بتاكده كمان زميلتي رشا. طيب دكتور مها، واحنا يعني بنناقش مشاكل الغذاء والدواء، طيب نجاح البرنامج في 2019 اكيد ليه اسباب عند حضرتك؟ اكيد طبعا. هو طبعا انا بشكر حضرتك لان انت من الناس اللي انا ليهم معزه خاصه جدا جدا جدا، وحضرتك مهما الواحد هيتكلم مش هيوفيك حقك ربنا دي مبدئيا. لكن البرنامج بتاعك، يمكن انا واحده من الناس مبدئيا ما كنتش بتفرج على التلفزيون، البرنامج بتاعك ليه شو جميل جدا جدا جدا. فانا بدعو كل الاطباء زمايلي اللي هم مترددين ان هم ياخدوا اي خطوه من ناحيه التلفزيون. هو انا مش بعمل شو للبرنامج ان هو عشان خاطر انا من ضمن فريق العمل، بس انا بتكلم على اني شعبيه زمايلي كتير، فبقول لهم البرنامج ده من احسن البرامج، والاعلامي محمد عثمان ليه شعبيه رهيبه جدا، ليه حضور قوي جدا جدا جدا، وطبعا ده بحكم شغلي معاك والايفنت اللي انا طلعته معاك برضو. قوه الثقه اللي انا شفتها من الناس بره ليك حقيقة كانت حاجه جميله جدا. العربيه والناس كانوا حاضرين، حاجه ما يعني ما لهاش وصف، يعني حاجه انا ما كنتش متخيله ان شعبيه حضرتك بالطريقه دي، وانا سعيده جدا بالانضمام والتعامل معاك. واحنا كمان سعداء والله دكتور بوجودك معانا في فريق العمل. طيب شايفه فكره الفقرات الطبيه نوظفها ازاي في ناس من بلدنا علشان ما يتقالش على البرنامج ان هو طبي؟ لان احنا عارفه برنامجنا بيحارب البطاله ومركزين على الحرف اليدويه وكمان التعليم الفني ومستقبل صناعه الاغذيه والثروه الزراعيه في مصر. فحتى لا تاخدنا كده الاجواء في الشق الطبي، لكن حابين طبعا يهمنا صحه المواطن المصري والمواطن العربي. شايف ازاي نقدر نوظف ازاي ده في 2020؟ هو مبدئيا طبعا انا بشجع حضرتك ان ما يكونش البرنامج بيركز على حاجه واحده، لا، هو البرنامج عشان يكون ناجح فطبيعي انه لازم يشمل كل حاجه، زي مثلا المصانع اللي هي او الشركات اللي بتتكلم على المكملات الغذائيه، دي حاجه قويه جدا. لو دي اتعملت شغل نفسها في برنامج هتعمل انتاج قوي جدا ليها، لان يعتبر اكتريه الناس كلها حتى لو مش في المجال الطبي بيهتموا جدا بحته الرياضه والرجيم والمكملات الغذائيه، وبالاخص ان كمان المكملات الغذائيه ديت بتعمل شغل كويس جدا مش للتخسيس بس او للنحافه بس، بتبقى فيها برضو نسب كويسه جدا ان هو يدي باور قوي جدا للشخص. في حاجات انا اعرف في بعض المنتجات كمان بتعالج مشكله الاكتئاب وبيتفرح كده. انا حضرت حاجات بجد حاجات جميله جدا. طبعا. طيب نيجي بقى للجندي المجهول بالنسبه ليكم لكن معلوم لينا بجد، لانها زي الفراشه كده ورا الكاميرات وفي الاستوديو جوه وفي الكنترول، بجد حد جميل جدا استاذه هدى. يعني جه الوقت ان انا نقول للناس مجهودك و مساهمتك الكبيره بجد في نجاح البرنامج الفتره اللي فاتت. تحبي تقولي لجمهورنا الاول؟ اولا احب اقول لجمهورنا العزيز ان احنا تشرفنا بيكم جدا، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير وصحه، انتوا كل اسركم جميعا. وعايزه اقول لحضراتكم على حاجه تخفى عن ناس كتيره، هي ان احنا اسره جميله جدا جدا، متعاونين ويد واحدة، وبنحب شغلنا مع الأستاذ محمد لأنه هو بصراحة يعني محتوينا وكأننا إخواته ولاده إلى أقرب الناس، وبنحاول نعمل كل ما هو جميل علشان البرنامج يطلع جميل تحت قيادته. ونشكركم جدا
على تعاونكم معنا لنجاح البرنامج. طيب. وأحب كمان أنا أسفة جدا على الإطالة. أحب أشكر زوجي العزيز جدا جدا على مساندته ليا في العمل، وأشكر بنتي وحفيدتي اللي بيشوفونا دلوقتي. طيب أستاذة هدى، يعني شايفة بعد النجاح الكبير جدا اللي احنا وصلنا له في 2019، شايف البرنامج فين 2020؟ ان شاء الله اللي انا شايفاه ان احنا في تقدم مستمر الحمد لله، وده بفضل قلبنا كلنا على بعضنا، وبفضل المجهود الرائع اللي حضرتك بتعمله وكلنا كفريق عمل، وان شاء الله في تقدم مستمر ونجاح دائم ان شاء الله. هو على فكره يا جماعه انا عايز اقول لكم حاجه، انتوا بس لو ركزتوا في الكلام اللي قالوه مش هقول ضيوفي، زمايلي واساتذتي كمان، ان احنا فريق عمل برنامج ناس من بلدنا عيله بجد، اسره، بنقعد مع بعض قبل البرنامج، وبنبقى مع بعض على تواصل في الاربيس على طول كده مع بعض اثناء الحلقات وبعد الحلقات، فده اللي بيميزنا وده اللي نجحنا الفتره اللي فاتت، لان برنامجنا مصري مصري، لا بنتعالى على مشاهدينا ولا بنتكبر عليهم ولا بنتفلسف، الفكره كلها ما عندنا استعداد والله بساطه حمادي، نقعد على المصطبه نفرش ونقعد في اقرب غيط وفي اقرب مزرعه، واقعد مع عم الحاج اسمع منه، واقعد مع خالتي الحاجه اسمع منها، هم دول اهلي، هم دول المصريين اللي بجد، وده اللي بيميزنا كمصريين عن العالم كله، وده اللي بيميزنا هنا كفريق عمل ناس من بلدنا عن باقي البرامج في القنوات التانية. احنا هنا بنتعامل بروح الأسرة. نجاحنا الحمد لله ملحوظ، وده ظهر في الإيفنتات الكتيرة اللي احنا حضرناها، وفي جملة أنا بحب أسمعها ولازم أقولها مع أن قالوا لي ما تقولهاش، لكن بيقولوا أن ناس من بلدنا ملمس مع الناس، أيا كان الكلمة لكنها عجبتني جدا، وحسيت بجد أن الناس دي لما تعبت وعرقت لقوا ده في الايفنتات اللي حضرها عرب وحضرها ناس اعداد كبيره جدا، اول ما عرفوا ان ناس من بلدنا موجودين كلهم جم وطلبوا يتصوروا وطلبوا حاجات كتيره جدا، ان شاء الله في الحلقات اللي جايه هتشوفوا ده. انا ما رضيتش اعرضه النهارده علشان اسيب مساحه لزمايلي ان هم يتكلموا. طب استاذ هاني، يعني احنا ناس من بلدنا واخدين الاتجاه الصعب، صح، خدمه بلدنا وكل ناس بلدنا. كان سهل جدا زمال الدكتورة مها ان احنا ناخد شق واحد بس كده ونمشي فيه، لكن خلينا البرنامج شامل. شايف ده صح ولا نعدل في 2020؟ اجمل حاجة في البرنامج ان هو مش بيعرض سلبيات زي ما الناس بتعمل ويقعدوا يقولوا مشاكل والكلام ده كله، لا، احنا بنجيب حلول، بنجيب متخصصين، بنتكلم في افكار تنهض بالبلد، ودي حاجة صعبة. وانا بدعو كل المعلنين فعلا لو عايز تدعم اعلام هادف ناس من بلدنا، لو عايز فعلا تدعم ناس بتتكلم باحترافيه، ناس بتقدم بتخلي البلد بشكل متقدم، تعالى ناس من بلدنا. لكن الناس اللي بتعرض بسلبيه وبيجي لهم سبونسر او رعاه، فعلا ما تدعموش الناس دي. لو تقف فتره وربنا بتقف، اهتموا بالناس فعلا اللي بتقول ازاي نطور التعليم الفني اللي هو فعلا اعمله فيه فتره، مع انه هو اساس تقدم ونجاح اي مجتمع. بيهتم بالزراعه، بيهتم بالصحه، بيهتم بالتعليم، كل ده في ناس من بلدنا. فده لو يدل ان فعلا ملف صعب في وقت صعب، واحنا محتاجين مثل هذه البرامج على الشاشه، لان هي دي البرامج فعلا اللي هتنهض بالمجتمع وتعلي. لكن البرامج اللي بترصد سلبيات طول الوقت 24 ساعه، مش ده اللي هيخلي البلد تنهض او تنجح. لكن برنامج ناس من بلدنا فعلا برنامج متخصص للمجتمع، مش مفرد لحاجة، مش هو مش للتعليم بس، للتعليم والصحة والزراعة وكله. فأنا بدعو فعلا أي معلن بيحب البلد دي يدعم برنامج ناس من بلدنا، إنه فعلا برنامج ناس من بلدنا فعلا برنامج هادف، وأتمنى يسمعوا كلامي دلوقتي ومش هيندموا والله. أضيف لحضرتك كمان حاجة اللي بتقول يا أستاذ هاني، إن سبب نجاح البرنامج الأستاذ محمد عثمان إنه إنسان مثقف جدا، حقيقة بيقرا قرايات، بيحضر جامد جدا لكل فقره من فقراته، وبيقول اللي خياله وقلبه وموهبته بتقوله، هو ما بيقراش من ورق، ما بيحضرش للبرنامج،
ولكن كل اللي بيقوله من قلبه ومن وحي خياله، وبيحضر جامد جدا للبرنامج. فعلا الموهبة دي حاجة تقدر وبتبان على الشاشة، بتبان في أعماله في ملفاته اللي بيختارها. يعني في عندنا حاجات كتيرة جدا بيرفضها حقيقة، وبالرغم انها ممكن تدور عليه بعائد مادي جامد، ولكن بيرفضها لانه مصمم على ملفات معينة تلمس القلوب، زي الناس ما بتقول انه دايما بيلمس القلوب. ودي مواصفات وسر نجاح الاعلامي الكبير محمد عاصم. هاخد من كلامك حاجة بس مميزة. اتفضل. سفير السعادة، لما بنيجي نتكلم عن السعادة لازم نحط جنبها محمد عثمان ما بين قوسين، لان هو فعلا سفير للسعاده، راجل شايف كل الايجابيات حتى لو في سلبيات بيتجاهلها، دايما بيعرفني عن ايه سعاده، بيكلمني عن السعاده، فانا فعلا بحب اشكره على الهوا، وفعلا في ناس كتير استفادت من نصايحه، فاحنا بنشكرك يا فندم. يا جماعه انا جايب فريق العمل علشان اشكرهم، يشكروني هم بجد. يعني هي دي الروح، لازم هي دي الروح بتاعت ناس من بلدنا بجد والله بجد. انا يعني بشكر استاذ هاني واستاذ هدى على الكلام اللي قالوه. انا والله على يقين تام ان كل اللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب والعقل. وانا برنامجي خدمي، انا بقولها كده وبصراحه، انا في خدمه بلدنا وكل ناس بلدنا، ما بشتغلش تجاري والله. وارجعوا لحلقاتي، ارجعوا كده كل ثانيه في البرنامج، ما بشتغلش تجاري، انا بخدم خدمه مصر الغاليه الحبيبه اللي بقولها وهفضل اقولها. بحبك يا مصر وبعشق ترابك، والف المداين وارجع لبابك. بجد هي دي مصر، هي دي مصر اللي تستحق مننا ان احنا نضحي بالمال والوقت والجهد والعرق علشان خاطرها. بجد مصر ام الدنيا. استاذه رشا، شايفه ايه اللي ناقص برنامج ناس من بلدنا عشان نعمله في 2020؟ انا بحب جلد الذات، ازاي ان احنا نوصل للقمه في القنوات التانية. احنا الحمد لله في القمه في الصحه والجمال، ايه اللي ناقص؟ هو اللي ينقصنا بس بعض الرعاية للبرنامج. لا بعد كلام الاستاذ هاني ده انتوا دكتوره مها قبلوا بقى الفتره اللي جايه بجد. بس احنا معانا مذيع بروفيشنال عنده اداء عالي، حضور جميل جدا، ما بيقفش قدامه اي حاجه. بجد انا اشتغلت مع مذيعين كتير وعندي برامج كتير، ما فيش الحضور اللي عند حضرتك بامانه. يا جماعه الحلقه اتقلبت كده النهارده والله 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 العظيم، انا جايبهم اشكرهم، هم اللي فاجئوني كده والله على الهوا. والله ده حقنا عليك والله، وانت تستاهل اكتر من كده، ودي الحقيقه. طب انا فخور بيكم والله يا استاذه رشا، وفخور بكل حد اشتغل معانا بجد في ناس من بلدنا، اللي وصلنا ان احنا نحتفل النهارده بجد بجد. وقد ايه انا فخور وسعيد جدا 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 بالنجاح اللي احنا وصلنا له. طيب دكتور مها استاذ رشا هربت من السؤال بدبلوماسيه، انت شايفه ازاي نوصل للكمال؟ والله يا استاذ محمد انا شايفه ان الحمد لله الكمال الله وحده يعني، بس احنا واصلين الحمد لله لدرجه حلوه جدا. وطول ما احنا مع بعض وايدينا في ايد بعض، مفيش حته السوري الخباثه اللي من تحت لتحت والكلام ده، هنتخطى اي ما انت بقى متخيل. 2020 2030 2040، انا مش شايفه ان احنا ناقصنا حاجه غير ان هو يبقى فيه شويه اجتهاد بس اكتر، هنوصل للي احنا عايزينه اكتر كمان. واعتقد كمان بعد البرنامج ده اعتقد ان اي حد يشوف البرنامج بتاعنا ده مش هيبقى فيه تردد بقى لاي شيء ان هو ياخد خطوه ان هو يكون ضيف للحلقه او راعي للبرنامج بتاعنا. ما اعتقدش ان احنا ناقصنا اي حاجه طول ما حضرتك موجود يعني. والله كلامك يا دكتور بيديني جرعه امل وتفاؤل غير طبيعيه. ده شيء طبيعي، ده انت صاحب السعاده دي. ربنا يعني المفروض التفاؤل ده انت اللي بتديه لنا. ربنا يخليك يا رب. احنا برنامجنا زي ما بقول دايما دايما في كل حلقه، برنامجنا دعوه للسعاده، برنامجنا رساله سلام. يا جماعه هو ده الاعلام، الاعلام الايجابي، الاعلام. الفترة اللي فاتت قالوا انتحارات وشباب بينتحروا مش عارفوا ايه، بقولهم ليه؟ الحياة حلوة. النهاردة انا باتنين جنيه بتعشى في مصر، وممكن بألف وخمسمائة جنيه اتعشى برضو في مصر. بلدنا والله ما في زيها في الدنيا، اقسم برب السماوات والارض.
البلد اللي ربنا اختصها في كل الكتب السماوية. على فكرة أنا كنت فاكر القرآن بس، لا فوجئت إن مصر مذكورة في التوراة وفي الإنجيل. ده حقيقي. مصر أحلى حاجة في الدنيا، وبنقولها في الأرياف. ولما جيت القاهرة عرفت الكلام ده، قالوا مفيش حد في مصر بيبات من غير عشاء. بجد ممكن حد يخش دلوقتي ويقول لي لا في، هقول له في تقصير في حته معينه. الكافيهات اللي النهارده مليانه شباب بالظبط، وفي نفس الوقت مصانع بتكلمني وبتكلم الناس اللي معايا دي اللي ماسكين التسويق والاعداد، في خطوط انتاج هتقف، عاوزين الناس تشتغل. يا عم ابتدي ب 1000 ونص، ابتدي ب 2000، هتكبر لو انت عندك النيه وعندك الامكانيات هتكبر، بس ابتدي ما تقفش، ما ترخصش نفسك. تروح لباباك عايز 50 جنيه تقضيهم، مامتك 70 ولا 50، اخوك اللي بيشتغل ولا اختك اللي تلف وراه علشان تنزل تصرفهم، اشتغل خلي لك قيمه. علشان كده برنامجنا والحاله اللي انتوا شايفينها دي ده سر النجاح، ان كل ثانيه في البرنامج مفيده بجد وايجابيه. طيب جوكر البرنامج، احنا محملين عليك كتير الفتره اللي فاتت، انت ورا الكاميرات وفي الكنترول، احيانا بتكلميني استاذ محمد لا في كذا، استاذ محمد عايزين نتكلم في كذا، طب في سؤال ما تسالش، طب في حاجات كتير جدا بتوجهيني كتير، وبيبقى على القلب طبعا زي العسل، لان احنا كل هدفنا نظهر للناس في اجمل صوره. ايه اللي ينقصنا علشان نثبت على القمه ونكبر كمان؟ ينقصنا الوعي، مش برنامج ناس من بلدنا، الناس اللي في الشارع ينقصها الوعي. بمعنى في حاجات كتيرة جدا سلبيات في مصر، لاني بحكم عشتي سنوات طويلة خارج مصر، في حاجات اتعلمتها عن العالم الاخر وهما مش احسن مننا بالتأكيد. بل اننا احنا احسن منهم بكتير، ولكن ينقصنا الوعي. الوعي ده هو اللي هيوصلنا للامام، هيوصل مصر كلها للامام، مش بس برنامج ناس من بلدنا. والحاجه الحلوه في برنامج ناس من بلدنا انك يا استاذ محمد بتنشر الوعي ده بين الشباب والكبار والعائلات، وكل برامجك والفقرات بتاعتك بتحط فيها لمسات الوعي ده. ياريت نسمع للوعي ده يا جماعة، الوعي ده مهم جدا علشان مصرنا الحبيبة تطلع للأمام، وبرنامج ناس من بلدنا يطلع بالأمام، ونعرف ان نصايحنا نفعت، يعني بننفخ في قربة بجد مش مقطوع. ده كلام جميل جدا والله من زميلتي طبعا هدى، لكن انا عاوز اقول لكم بجد والله كلامها على طول نور عندي اللمبه الحمراء. ليه النهارده واحد زي حمو بيكا يطلع ويقول انا عندي اغنيه جابت 140 مليون؟ انا عايز اعرف، طب لا موسيقى ولا كلمات حقيقي ولا اداء ولا كاريزما ولا حضور ولا حاجه، ايه ده بجد؟ مع احترامي طبعا له، انا بحترمه كشخص، لكن بتكلم على المنتج، المنتج اللي طالع لي رب الكون ميزنا بميزه، واديك في الحاره سجاره، واديك في الجركن تركن، ايه ده؟ وبوصلوا للملايين في المشاهدات ازاي؟ انا عايز اعرف الناس دي بتتفرج على ايه، تتفرج على ايه يا جماعة؟ كان كل زوج بياخد زوجته ويطلعوا علشان يغسلوا هموم الشهر في حفلات ام كلثوم، والاسبوع في حفلات الموسيقى العربية، تسمع جيتار، تسمع عود، ولا لمسات قانون، ولا حركات كمانجة، ولا سلام على الناي بتاع عفت. يا جماعة فين؟ فين؟ أنا الأوان إن احنا نفوق، نفوق بجد والله، نفوق عشان نفسنا، نفوق. الناس جالها اكتئاب وجالها صداع وجالها لخبطة،
يقول لك ازاي انا في اغنيه لهاني شاكر ولا في اغنيه لمطرب محترم ولا عبد الحليم حافظ ولا عادل مامون ولا عبد الوهاب ما جابتش مش عارف كام مليون، ويطلع لي اوكا وارتيجا ودروبيكا وسلخه وعظمه وشفه ويقول لك ده احنا بنجيب ملايين وعاوز اغني وغصب عن النقابه هغني. انا على فكره ده مش دورنا في الحلقه، بس والله الاستاذه هدى قالت لي الوعي الوعي يا جماعه، انتقوا كلماتكم، انتقوا تصرفاتكم بجد. والله انا مش هغرم حاجه لو انا واقف يعني شفت اي حاجه، شفت راجل كبير واقف في الشارع عدي اخده من ايده وعديه، واحده ست شايله شيله تقيله والله العظيم ما هتتعطل ولا اي حاجه، عدي شيل معها الشيله دي ووصلها. لو حد بيسال على عنوان اخواننا وحبايبنا واهلنا القرويين اللي جينا قضوا مصالح في القاهره، والله اللي جاي رايح مستشفى ولا اللي جاي يخلص مصلحه ويجيب امضه او ورق او يخلصه، بيبقى يا ولدي اول ما ينزل من القطر ولا من المترو التايه مش عارف يروح فين، انت دليله، قول له ووصف له صح وطبطب عليه واحنه عليه. رسالتي قبل ما ننهي بجد والله، الاول يعني انا بشكر زمايلي بجد اللي هم سبب نجاحي، استاذ هاني بجد بشكرك جدا بشكرك والله بشكرك. ووعد هنشتغل بجد بقلب جامد في 2020 وهنبقى من افضل، يعني احنا دلوقتي الافضل لكن هنستمر الافضل وهنفضل على القمه ان شاء الله. انا نقطه صغيره بس، اتفضل. اكتر حاجه بتميز ناس من بلدنا في خط تليفون لحضرتك متواصل بنفسك 24 ساعه بترد على اللي عندهم مشاكل، على كل الناس اللي عايز يتواصل مع حضرتك، ودي ما شفتهاش من اي اعلامي ان هو يتواصل مباشره. وحضرتك بتسر حتى شفت لو في وقت، يعني هذكر مثال فضل. واحده كلمتك قالت لك انا بعمل مخبوزات وعايزه حد من المصانع يعني اوزع ده، انا يعني هي ده طبعا هو ده رزقها او كده، انت لقيتك بنفسك بتكلم اصحاب المصانع وبتتواصل، فده ما بنلاقوش ان واحد يعمل حاجات خدميه بجد للناس من ورا الكواليس. طبعا انا لو قلت ده يا جماعه الهوا ما كانش حد هيعرف. طب فبنشكرك، انت كلامك بجد فكرنا استاذ هاني، احنا طبعا ناس من بلدنا نجح في محافظه الشرقيه بجد، انه قفل مزلقان الموت، مزلقان الموت اللي عند الكوبري الجديد، الشراوه كلهم شايفيني دلوقتي وعارفين بفضل الله لما عرضناه في البرنامج. المحترم دكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه امر بقفله والناس بدات تستخدم الكوبري العلوي. كمان فاكرين المدرسه اللي كانت من غير سور وشفنا المواشي وهم عاديه في وسط الطابور، فاكرين المنظر ده منظر صعب لا يمكن يتواجد ابدا في القرن العشرين. عرضنا المشكلة ومراسلنا المحترم محمد السقا على طول فورا فورا والله اتعمل صور، وده نجاح ناس من بلدنا. الناس اللي هناك بيقولوا اللي عايزين ترشحوا في مجلس النواب الفترة الجاية احنا اللي عملنا، لا ده ناس من بلدنا وردود الافعال في محافظة الشرقية، فدي نجاحات، ده تصديقا لكلام زميلي هاني محسن. بجد احنا قمنا بده وربنا وفقنا فيه في 2019، ونوعدكم في 2020 هيكون فيه احلى من كده كمان ان شاء الله. بشكرك استاذه رشا على وجودك معانا. انا بشكر حضرتك وبشكر كل فريق البرنامج، وباذن الله البرنامج هيكون في تقدم على طول باذن الله ان شاء الله. ربنا دكتور مها بشكر حضرتك على وجودك معانا. استاذ محمد كنا عايزين نتكلم شويه طبي بس الوقت ما صعب. انا بشكر حضرتك وبشكر فريق البرنامج كله وبشكر الساده المشاهدين طبعا على استماعهم لينا. ان شاء الله 2020 تكون اقوى كتير كتير باذن الله علينا وعلى كل الناس ان شاء الله. وانا بجد متفائل بجد بيكوا استاذه هدى، بجد بشكرك معايا، بشكرك بجد على وجودك ودايما متالقه، وما نتحرمش كده من يا ربي نصايحك الجميله بجد. انا بجد بس عايزه اطلب حاجه، لو في دقيقه ربع دقيقه 30 ثانيه ارجوكم ادعوا لنا بالنجاح، وبفضلكم لولا انتم بتشوفونا ما كناش نجحنا. خليكم ورانا بدعواتكم، كل سنه وانتم طيبين مره ثانيه. شفتوا الروح كده بجد والله، انا متابع جيد للتلفزيون، انا ما شفتش الروح دي في اي برنامج من البرامج بجد والله. والموضوع ده على فكره والله بدون تحضير، الناس دي اتفاجئوا ان هم هيطلعوا معايا على الهواء قبل البرنامج بخمس دقايق، كلهم اتخطفوا على فكره. اللي زعلان انها كانت عايزه تلبس طقم معين، مش عارف كان عايز يعمل تسريحه معينه ومش عارف ايه، انا خطفتهم. ناس من بلدنا دايما والله في
في خدمة بلدنا وكل ناس بلدنا. رسالتي اللي مش هقدر أبطلها لكل زوج بجد، خليك حنين رفقا بالقوارير بجد والله، لأن زوجتك تستحق منك كل حاجة حلوة بجد. دي رسالة بجد لازم أختم بيها برنامج النهاردة. كل سنة وانتم طيبين في مصر المحروسة وفي العالم أجمع. بشكركم جدا يا جماعة مرة تانية، وبشكر جمهورنا الحبيب، ويظل الناس من بلدنا في خدمتكم. أشوفكم الأسبوع الجاي قبل دلوقتي بساعة، وحلقات قوية جدا وضيوف قوية، وكله علشانكم انتوا. بشكركم جدا.